الله وبركاته. راح أتكلم عن النذر وأقسام النذر وحكم النذر. النذر هو إلزام النفس بشيء إما أدفع أو قيام بعبادة أو صيام أو أي شيء أو صدقة بمال إذا تحقق الشيء الذي أريده، ولا ألزمت نفسي بشيء معين، بمعنى نذر علي إذا الله تعالى شاف أمي أنا أتصدق بألف دينار، الله ما شاف أمك ما يتصدق، هذا مكروه، بعضهم قال أنه محرم وسوء أدب مع الله تعالى. يا رب عطني أعطيك، نذر علي أصوم 10 أيام إذا الله تعالى شاف بنتي، الله ما شافها ما يصوم، عطني أعطيك، لا ينبغي ولا يصح وهذه كراهة. أما النذر العادي المباح ذكر الله تعالى عن أهل الجنة، قال أهل الأبرار، قال الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوم كان شره مستطيرا، وقال تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. نذر موجود وهو بدون مقابل، نذر علينا أصوم الاثنين والخميس، أصلي قيام ليل، أصلي صلاة الضحى بدون مقابل، هذا مباح ولا حرج فيه إشارة تعالى. لكن المكروه وعلى قول بعض المفسرين قالوا أنه محرم ألا وهو اللي فيه مقابل. طيب واحدة انذرت أنها تصوم 100 يوم إذا الله تعالى شاف بنتها، ما قدرت، تقول شيخ أنا فيني سكر وعندي غدد وضغط وأمراض الدنيا والدين، في الحالة هذه ما تستطيع أنها توفي بالنذر، شو تسوي؟ تنتقل إلى كفارة اليمين. أنا نذرت أني أدفع مثال 10,000 دينار، مفلس مقحط يبقى حتى الفواتير التليفون ما دفعتها، عندي فلوس، في الحالة هذه تنتقل إلى صيام كفارة اليمين أطعام 10 مساكين، وبها افتى شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فالنذر يا أخوان الواحد لا يلزم نفسه بالنذر ولا يربط نفسه بإلزام بشيء معين مقابل شيء، هذا ما ينبغي وعيب بيننا. تخيل أنا داوم في دائرة حكومية ولا في مكان، واحد قال لي شوف فيصل خلص المعاملات اللي عندك، أخلص معاملات اللي عندي، خلص معاملاتي اللي عندك، خلص معاملتك اللي عندي واحدة بواحدة، ربي نذر علي أصوم 10 أيام إذا شافت بنتي، ما شافت ما يصوم، يجوز؟ ما ينبغي ولا يصح وسوء أدب مع الله تعالى. فالحذر من النذر، ولا تلزم نفسك بشيء أنت ما تقدر عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أحبكم في الله وأعيد وأكرر، الواحد إذا استطاع أن يوفي بالنذر يوفي به، ما استطاع ينتقل إلى صيام العفو لطعام 10 مساكين. كفارة اليمين، شو كفارة اليمين؟ بعد يلا ذكرناها، كفارة اليمين 3 أيام خطأ، طعام 10 مساكين، ما تقدر، ما عندك مصاري أبدا ولا كسوتهم، ما افتح الرقبة، تنتقل إلى صيام 3 أيام. أما كفارة اليمين الأصلية طعام 10 مساكين، إنه ما يقدر يوفي بالنذر، كما يظن البعض أن كفارة اليمين هي صيام 3 أيام، الله يرحم والديك ما بيصوم 3 أيام، برب يميني، من قالك صيام 3 أيام؟ كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أول شيء، أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، ما وجدت تنتقل إلى صيام 3 أيام، هي على الترتيب ليست على التخيير. أحبكم في الله، اشتقنا لكم، نرجع لكم إن شاء الله بعد ما خلصنا برنامجنا. عسى ربي، عسى ربي، عسى الله تعالى المولى الواحد والأحد بأسماء حسن صفات العلى أن يجزي كل ما تسبب في هذا اللقاء والعلاقات، وبالأخص وقف أمنا الغالية بدرية الجيواني، عسى ربي يحفظها، بدري بنت محمد هذه أم مثالية، عسى ربي يجعلها في ميزان حسناتها ومن عليها بالشفاء، ويحفظ ذرية وعيالها ويحفظ البلاد والعباد. الحمد لله والسلام.